يمكن كان الوقت ضيق. هو بدون أي ترتيب. بدون أي ترتيب. بس. هذا يدل إنه ما شاء الله عندك إبداع. والطريقة كيف إنه أواسي خالد بطريقة حلوة. أكيد. يا أخي ما شاء الله. فسالفة أنت تقول مهمشين. الله العظيم إنه مهمشين. لو في النهاية يقول خالد الشيباني الوحيد اللي ما دخل التصويت وبجدار. وأنت بعد. أنا أنت بعد. يا ولد ما أفوت ريال واحد ما خلي. أبحث وراء أجتهد عشان أخذ الريال هذا. ملاحظ أنا الشيء ذا. دائما أفوز في المطبخ. اجتهادي والله العظيم أنا باجتهاد. ما شاء الله. اجتهاد الشباب اللي معي. أنا ملاحظ الاجتهاد وما شاء الله. توفيق من الله سبحانه. توفيق. صدق يعني أنا بصراحة ما كنت أتوقع إني بطلع. بس شوف جات زي إيش مفاجأة. أكيد. بس الحمد لله على كل حال. ما تدري يمكنها خير. أعطني وش اللي تبغى إيش معك. احتزم. الله يسعدك. والله إني صادق. إيش تبي؟ شوف يا أبو عابد أنا. إيش اللي مرتب للأيام الجاية؟ يعني في أشياء أفكار مسابقات يعني في أشياء أنا مرتبها حلوة تكون في وقتها حلوة ف. مسابقات. إن شاء الله مرتب أشياء حلوة. يا سلام. مسابقات اللي تفعلون معها بعض الحين ما تفعلون. والله يظيم. والله احتزم. راح اسوي لي مسابقة وقد اسحبهم ساعة عشان اسوي مسابقة. تغيروا الحين يسمعوا الكلام. مودبين. لا والله شباب اقسم بالله. عشان الرصيد. اقسم بالله يا نشوان ممكن انتم من الناس اللي طلعوا بدري لكن اقسم بالله والله يعلم ما في الغيب. ها؟ ان صرنا اخوان واكثر من اخوان. يا سلام هذا الشيء اللي انا واذا شفتك متضايق اني ادري انك متضايق بس من تعابير وجهك اعرف انك متضايق. يا سلام حتى اتذكر قبل ما اطلع قلت لكم شباب تكفى خلوكم زي ما انتم يد واحده. ولد في تغريده ما انساها ما انساها في مؤتمر الجمهور واحده كاتبها مدري واحد والله ما ادري زبده كاتبه الشباب عايشين ريالتي بكثر ما عايشين ريالتي والاخوه اللي بينهم ناسي انهم في مسابقه ومنافسه. صح والله يا اخي هذا ود ونفرح مثلا انت فزت زي قبل شوي اوسكار. والله اني فرحت لك كذا لا شعوريا انا ما لي شغل في والله العظيم ان كان عبد الله الحلافي اللي ما اخذه والله والله. يا سلام يا سلام هذا المطلوب والله هذا المطلوب يعني نطلع بشكل حلو الحمد لله والله العظيم وتنتهي هذه شو اسمه النسخه وحنا جد محسن مليان كل شيء يفنى الا الذكر. صح كان ذكرك طيب بيبقى لك طيب حتى لو مت بعد موتك يبقى ذكرك طيب ذكرك ردي تبقى ردي حتى لو تموت. صدقت والله العظيم اي والله فازرع لك ازرع لك شيء شيء يعني يكون لك ذكر طيب. صادق ما تعرفني الاسم الكريم انت نسيت العيال كلهم اليوم ابو ايش يا اخي والله اني نسيت يعني عادي الواحد ينسى ليش احنا سمونا انسان دقيقه ابو من انا شو اسمه اتحداك انا ابو ايش ابو علي كفو انساك كفو يا محافظ انساك هذا حلمي كافر بجنه نسيانكم ما راود القلب ايه سمعت القصيده اللي قلتها ادهى اقولها بس عجبتني لما تقول عيد عيد يا ولد دخلت خرب الشماغ والعفس ما زوجي انا مسوي كاش نشا يمشي جاك بزلي بوف بوف انا كنت مش عجبني القرن اللي طلع من هنا اوه كشه ها لا طلعت القرعه مني لا حول ولا قوه ريالتي يقول لك القلب يدفعني من الشوق عطشان عطشان القلب يدفعني من الشوق عطشان صوب الرجال أهل الوفا والحمية أقولها وأنا على العز نشوان من سلمنا يوفي الخوي مع خوية مع لك زود الله يجملكم على العز يا أخوان والله يقدرنا نرد العطية والمحزم اللي كلنا فيه مليان حنا نشده بالحبال القوية واختامها كلمة وهي خير برهان أنتم نجوم في سمانا علية يا سلام يا سلام أنتم مفروض تقول حنا نجوم أنا معنا إيه شوف أنا لا قلت عشاني أنا
مثلا طلعت من المنافسه، صح انه مو شرط اني طلعت من المنافسه، بس قلت عشان انا توني جاي فاقول انتو، ولا اقدر اقول مثلا صرنا نجوم في سمان علي، صرنا اي بس ما انا قلت احلى ان تكون انتو لاني انا توني جاي. المهم انت تعرف يعني الواحد الشاعر الشاعر شايف الشاعر يعني تعرف بعض الاحيان تجي لك ريحه، ايه هي على حسب على حسب القريحه. سلام مرحبا مليون يلا حيهم يا هلا بالزين هلا نور العين هلا باللي ما مثلها زين هلا هلا يا رشواني ارحب مليون ازيكم الله غازي الله بشرك وقي البرد في وصايا من الجمهور انا لازم اوصلها ها تفضل يا قلبي والله العظيم غازي الديابي يقول لك الجمهور ركز وحافظ على رصيدك ما بقى شيء يعني لا تخيب امالنا فيك والله العظيم هذا يعني رساله بوصلها الله كريم عرفت وانا اشوفك ما شاء الله مبدع وما شاء الله يعني يعني انا اشوف انك من ثلاث الاوائل يعني ان شاء الله باذن الله انك ان شاء الله والله انك ان شاء الله مجتهد لا في انشان في في الشعر في في المحاوره في المبادرات في الرياليتي كل شيء ما شاء الله عليك والله يسعدك حمد عرفان عايش الرياليتي غلط وانت يا ابو حلافي والله العظيم جوني قالوا لك عاد اسمع ابو حلافي ابو حلافي يا ابو حافظ تعودت ابو حافظ ايوه كوت اسمع ايش قال ايش قال غازي واجد غازي مطيري واجد جوني بصراحة واجد لله والله العظيم لك جمهور يحبك اللهم لك الحمد فالجمهور هذا يعني يعني يبيك تنافس بإذن الله والله بإذن وقال وقال يعني لا تتحطم يا غازي يود ودي تجيب دريل بإذن الله انت قدها وانا اشوفك يعني ما شاء الله تستاهل يا رب يعني في البدايه انا بصراحه يعني متعرفت عليك في البدايه حسيت انه يعني ما عنده ذاك الاداء انسان بسيط بس تفاجأت بصراحه يعني يوم دخلنا البرنامج انا بدينا في الاعلامي لا تقول لمنافسك وش عندك اي عطها وضعيه انا اي عطها وضعيه انا ما عندي سالفه ايوه ما عندي سالفه ما شاء الله يعني دخل وبدع كسر الدنيا الله يسعدك والله تستاهل ما شاء الله يوعد انا عندي واحده زي لا تكون والله تستاهل يا ابو ناصر طيب والله العظيم اللي يسرك انه يسرني الله يسعدك ابو حامد مودي لعن الكذاب يخصمون علي فاهمني؟ ما تعرفنا طيب الاسم الكريم اي والله نشوان يا عيوني والله تمام كل شيء تمام بديت بخطه نتقابل احنا العيال دايم والله؟ اي والله رسمت لك شيء شيء ولا ما رسم عند ابو حاضر والله شوف يعني تدري صراحه انا جاي عشر يعني اصعب رسمه رسمتها وجهك العارض يا ولد العارض الحاله يا ولد انا مش خذ مني ساعه ونص وش ذا انا ايش كنت احس فيه يعني وش العارض خايس شفت يوم شفت يوم شفت صوره مرة لا اقصد اللي في المسابقه اللي عندها 13 ذي اللي عندها الرقم الصوره الرسميه وانا مسوي اني مضبط الدنيا مسوي الكشخه طعد وكذا العار اكبر من وجهي لا حول الحين بس يوم شفت الصوره قمت اعدل الدنيا خفف منه والله لازم لازم صدق بس ترى صدق اقسم بالله الخمونه وقت التصوير اي والله تدري انا مصور محل الفيصل ذا ايش سالفه انا احب الشباب هنا كل شيء بسرعه ايه انا نفسي يلا يلا بسرعه يلا بقطيان ذا يلا ارحب 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 مرحبا بالغالي قمت احلف قالي من يوم جاني رده قمت احلف قالي سكت له فنجالي لاني صحيح رده سكت له فنجالي مرحبا بالغالي اللي تغيب مده مرحبا بالغالي ذاك غاية بالي يا حي شوف تقده ذاك غاية بالي يوم شاف حالي ودانا هذا كان يوم شاف احوالي الهواء
قتلي قلت القلوب وده والهوى قتلي مرحبا بالغالي اللي تغير مرحبا بالغالي خليني في حالي ما عاد فيني شده خليني في حالي يا هني الخالي جار الهوى مرحبا بالغالي اللي تغيب مده مرحبا بالغالي جعل ماله تالي اللي يبيح سده جعل ماله تالي قام يبرح علي طول البطو والصده قام يبرح علي اهو عزالي حسبي على من رده اهو عزالي مرحبا بالغالي طيب مده مرحبا بالغالي يحسب النسالي وصابنا من هدى يحسب النسالي لا تمال اهوالي كان اصله لا حده لا تمال اهوالي مرحبا بالغالي اللي تغيب مده مرحبا بالغالي قمت حرف قالي من يوم جاني رده قمت حرف قالي سكت له فنجالي صحيح وده سكت له فنجالي مرحبا بالغالي اللي تغيب مده مرحبا بالغالي ذاك غاية بالي يا حي شوف تقده ذاك غاية بالي يوم شاف احوالي والدمع غطى خده يوم شاف احوالي الهوى قتالي قلت القلوب موده والهوى قتالي مرحبا بالغالي تغيب مده مرحبا بالغالي خليني في حالي ما عاد فيني شده خليني في حالي وهني الخالي جار الهوى ما ضده وهني الخالي والله انه غالي والبي ومحد قده والله انه غالي مرحبا بالغالي اللي تغيب مده مرحبا بالغالي سلام ترى هدايا ما نبغى هدايا طيب دقيقه دقيقه بينفتح الباب الحين جايب لكم معي واحد يلا حي لعبة المحزن مليان
انا سمعت ان في عندك رجيم انا سمعت عندك الرقصه والان ما اعرف ترى علموني الرقصه تعال كذا ها كذا وبعد يلا بسم الله يلا روح بسم الله اليمين ها يلا يلا الله صل صل أمورك طيبة كل شيء طيب خلاص إيش أصدق إيش تتعبون يا صوص صوص بقدر بقدر الأمور زين الله يبقيكم ما في عندك شنو دارك من ذلك شنو دارك من ذلك حتى ما في احد يقهويني وانا ماشي مثليك زي شعره زي شعره زاد الغلب زاد من عاد لا اسمع لا لا عطوا وحده عطوا لا والله عطوا مرحبا ها لا جلدوني لا تدخل في المود والله جلدوني والله جلدوني والله وقف امسك لا مرحبا كيف حالك؟ شو العلوم؟ شو العلوم؟ امورك زينة؟ شو حالك؟ يلا حيو ساك طيب يا هلا 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 ساك طيب الله يعافيك طول عمرك يا مرحبا يا رجل يا رجل تعال رحت 4 أيام جيت كيف حالك؟ ترى تلقى
بلون يا هلا حبيبي شباب صلوا على النبي ليلى وجهك ضيوفنا ومبارك لكم الله يطول عمرك قاعد على الاسكار والله ما علم بهلا الحين بيض الله وجهك مبروك تستاهل والله يا الفرحه الفرحه بوجود الجميع اللي جاء من برا واللي ما غطى اللي قبل شيء الله يعين انا خوي والله انا مكانها بس ابو عبد الله ابشر انها مليئه غبار ليلى اقوم فد ولا انا اقوم فد عدل عدل يا شباب قطع صوتك يا شباب باقي اوريك عورتني قبل شيء ترى عورتني اقسم بالله نجم الاوسكار ترى نجم الاوسكار مرحبا اهدى من كذا حي الله جانا الله يبارك فيك يا جماعه الخير ابو محمد هاي هذا هاني قولوا لا اله الا الله والله الذي لا اله الا الله وانه من اسعد الايام اليوم وبشوفتكم زد رصيدك 77 والله انه يخلد في التاريخ يا سلام والله ابو كاتم لاول مره يضحك شوفتكم وباقي دخول النشام المطالق شرواكم الاسكار ابو حور الاسكار عندك قال مرجان ما اعطى الرجال فلوسه ابو فجر اشياء كثير حلوه غاز مطبخ ابو فجر ابو كرخه غاز بتاري فاز المطبخ يكفي بدون ناس يكفي فخر لهذا الموسم انهم حتى القاسي لينوه شاء الله حتى القاسي لان اسمع بلال من هاشم بلال من هنا من هنا من هنا من هنا اقرب من هنا اقرب كل رجال منا له بصمه تتعب اللي بعده والله كل رجال منا والله اقرب لي والله اشطر راسي على امكم نرجع استعياش بس على الجلسه ارجع تعال هنا يلا شوف يا شباب الله يبقيك ارحب يا محمد بسم الله محمد ابن القرقاع ارحب يا محمد ارحب يا القرقاح وارحب يا محمد العيافي وارحب يا نشواح مرحبا ومرحبا والله رجاء والله نبغى تبقى وتسلم وبالله انا قلت اول شيء ابو حور نبي كحه قبل قلت بيض الله وجهك بالله ما عندك غير كحه في بعد غيرها غير الكحه خبزه والله لا اله الا الله ما معنى لي خبزه طلعنا برا يا رجال ابو حور هذه طلعنا برا النخاعه طلعنا برا وشيل الملاحظ اللي انا اقوله والله العظيم وانا مفتخر ورافع راسي ان هذا الموسم وهذه النسخه رجال محزن مليان ما هو بس كلام والله محزن مليان صحيح اهني كل واحد بكم على الجمهور اللي وراه وعلى نجاحات اللي قاعدين تقدمون اقسم بالله العظيم شيء يوقف شعر الراس واني صادق تستاهلون والله العظيم اني راجع ومتشوق وفاتح قلبي على خير مرحبا اول مره الشباب والله طبعا يا رجال دقيقه شباب نبغى ندش ضحكه ابو كاتب كيف ضحكه اليوم والله نسيتها لا قبل شوي قلتها انتوا تدرون تدرون يا رجال ان ابو كاتب ما ضحك الا الليله من يوم بدا مشترك القريه شغل معك هذا انجاز هذا دليل احنا اشهد بالله والله صبارك اي والله اقسم بالله وجه خير قسم بالله لو انك يكفي لك مجانا دخلت معنا عنده والله عندنا دار التعليمات اللي اعطاكم اياه اعطاك اياه انت اعطاك تمشي عليك انت ابو فلاح انا بالنسبه لي انت ما يمشي عليك شيء لا ابدا راجع فيكم بكره والله راجع فيكم انا بالنسبه لي طيب هلا ابو رجخ اول شيء هنيك بالاحتفاليه اللي قدمتها والف مبروك للشعب الله يبارك فيك ويطول عمرك والله بس انا ديك مرحبا والله مساء ابو حور لا والله ما سمعت ابو حور رفداك أنا منكم يا ربع دقيقة بس كلمة بسيطة أقدح تفضل مرحبا والله ومسهلا والله العظيم انكم شرفتونا وجيتكم ذا الليل غيرت الجو من إلى سهلا أنا توني استفسرت الحين أبو كاتم ما أصدر قرار في موضوع الأكل المجاني من هالكلام فاستفسرت منهم أبي أكفيكم أكفي خوياي الربع الأولين مع خويانا الجاي الجديد أني أكفيكم في كرامة للربع متى ما اجتمعوا كلهم يقولون عاد بيجون بكرة بيجون بعد بكره بتجمعون كلهم ان شاء الله متى ما اجتمعوا كلهم تعشينا لنا مليانهم والله وجهك طيب الله وجهك ولا مرحبا الله وشارك والله الذي لا اله الا هو مشاركين ابو خير والله مشاركين والله خادمكم
خادم بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. لكن والله ان مشاركين كلنا والله اذا الفرحه كلها جايب يا الله على النبي. الله يرضى عليك. انا اقول انا يا رجال عليك اليوم والله يا رب زيد رصيدك اثنين. انا والله العظيم اني خادم لكم هنا والله خادم لكم. انا باقي لي طنيين عند الناضج. بيض الله وجهك قاعد تسلم. وقد احنا قد صل على النبي صل على النبي صل على النبي ولا غير الكلام. بخير بخير والله الذي لا اله الا هو بخير. اعتبرنا مشاركين معك يا ابو شهر. يا ابو شهر والله انتم مشاركين كلكم بالمعنى هذه باسمكم. انا الحسن والله ربي مني انا. صل على والله الذي لا اله الا هو صل على الله يعزك يا رب قدرك. اقول اللي فيهم شعورهم كلهم والله كل واحد منهم كرامه الله يرحمه. ولكن اسمع شديد ومطلق ولا يجي لهم بعدك. لكن ودنا نبي خلينا نشارك. نعم والله انكم مشاركين. كل رجال فينا يبغى يكرمه. هذه باسمكم كلكم ما هي مني انا. والله انا باسمكم كلكم. والله بد نشارك مره والله مثل ما وضحتها ولا ما فعل لهم كرامه خير. لا كلام نشارك انتم ما يستاهل ان شاء الله احنا مشاركين معك مشاركين نبدا مشاركين. تفرقنا بالحلال بيض الله وجهك. قد تفرقنا اجل انا يا طويل العمر اقول هذه باسمكم انتم. بيض الله وجهك. باسمكم انتم ما هي والله مني انا. هذه منكم انتم للربع اللي جايين. بيض الله هذه لكن والله نشف نشارك والله ادري والله والله اني خابر. صلوا على النبي. انا والله داري باللي يخطركم كلكم. والله اني ادري ان كل واحد منكم وده لازم يقوم بواجب الربع هذا كله. والله اني ادري لكن بيض الله وجهك. انا اقول هذه باسمكم انتم. والله بيض الله وجهك. والله 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 صلوا عندي صلوا عندي يا ابو خير. انت ابو حور اسمعوا الكلام. انت ايش في خاطرك؟ علمتكم وانتهى. خلهم يفعلهم كرامه وحنا نفعل كرامه بعد. لا والله ما قصورهم فيك محمد. الا الا حن رضانا. لا والله اسمع اسمع كلام اسمع كلام بحور. اللي تبغى كلام مقرب. انا اللي تبغى. اول شيء انا ابغى اشارك اهدا. لا ما شاء الله. بيض الله ما جيتها ما جيتها. بيض انت اللي ودكم انتم. اول شيء الا الا بيض الله وجهك. اطلع حق المسجد اللي ودكم انتم. ابو خير ابو خير انا اتكلم بلساننا جعلها اسلم. انا اقدم العلم الطيب. اسمعوا الكلام اقدم العلم الطيب. لكن ها ولو انه جابها جعل يسلم والله انه خادمنا من البرنامج. احنا ذا المره بنخدمه ولا نشاركه وانتهى احنا مشاركين. وانتهى يا ابو عبد الله مشاركين مع الرجال وانتهى. ها ها فيكم مصر على النبي. هي بس انا كان بوضح. انا ادري ان امورها منتهيه وكل شيء امور منتهيه والطليان موجوده في الناضج. بقول لكم شيء بنشارك. وانا ما بيكم انتم ما بيكم شك يا رجال. ما بيكم ما والله انا شفنا شفنا ابو عبد الله. والله انا بالنسبه انا اصغر هذا الجزء اللي احنا جايين طالعين مبريبات وانتم واقفين كلكم لو على كيفكم كل واحد والله تستاهلوا اللي يقدر عليه وزياده. لكن احنا اول شيء منها نحل ما في داعي تغلقون حالكم وتتكلفون. والله العظيم هذا الكلام افا افا والله والله لو يقرب عليك رجال منا ما تخلي بلا كلام. كيف الكلام؟ لا والله بنذبح لكم ونكرمكم ونستانس. وبيض الله وجه وجه الله وبيض الله وجه بالخير اللي خدمنا بالكلام جعل يسلم وبالفعل. ودكم شور ثاني نفعل كرامتي كرامه بكره. انا يمكن ما يجون مخ. بوضح لك شيء بوضح لك شيء. هي طراتها لقد احنا مجتمعين كلنا. ولا انا والله كان ودي اصلا رحت لهم وقلت يا جماعه مفتوح. قالوا مفتوح ايش تبي تسوي؟ قلت نبي نكرم الربع اللي جاوا. قالوا لي انتظر لين يجون اخوياكم كلهم وكرموهم. وفكرتهم صادقين فعلا. لا تجمعوا الربع كلهم لا تجمعوا الربع كلهم كرمناها. هذه هذا رايي وانتم الامر عندكم. انت مشاركتنا معك ما هو الا مطلقه. انتم مره تم اللي تبون اللي تبون انتم بيصير الكرامه والاداه بالكرامه انتقلت من عندي لعندك. ابو القادر اضرب الباب القادر ودع على الله وسكره لبيه. اسمع ابو ديب ابو ديب وين هالربع؟ والله ما ادري وش صجيتكم عليه لكن القادر على علم غالي كان فيها الربع. اسلم بلا اسلم. انا والله ما ادري. ابو خير يقول عندي كرامه وابو حور والربع يقولون عنده له كرامه. كلنا يا عبد الله كلنا واحد كلكم واحد كلنا واحد. المحزم مليان اشهد. والمحزم المليان كرامتنا واحدة مرة. كرامته واحدة ودربه واحد وجمالته واحدة وكلمته واحدة. ما في شك. أنت في خاطرك يا وجه خير أو عندك كرامة وفي خاطرك تقدمها للربع والربع نفس الكلام. يا أنكم تشاركون في كرامة ترضون الأطراف كلها ولا خلوا وجه خير على فاله وأنتم كل واحد منكم يحرب العلم الغانم. والله العظيم لو نطلب واحد منكم حاجة في محله ولا في بيته ولا نجيه زيارة والله العظيم ما يفكنا لا على فنجان قهوة ولا كرامه. لكن شوفوا اللي خاطر في خاطر رفيقكم. انا معهم في خاطر رفيقكم. هاجل يقول على كيفكم تبون تشاركون بكرامه وانضربتوا بالكرامه. تعال من تعال تعال من سعد بيض الله وجهك. ومرحبا ومسهلا وحبيبي بلا ومرحبا وكيف مرحبا مليون عطر على وين محمد. انا بس ابو خير في شغله بس اسلم في لي خوي وديته يقعد عندك هنا يومين ثلاث ما ادري ايش صار. بس واحد من اخوياي
الورد اللي اسد فيها اسد هذا انت اللي مرسل لا 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 تبي تبي العلم اللي تبي العلم الصحيح تبي العلم الصحيح بلال 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 تبي العلم الصحيح تبي العلم الصحيح قبل لا تدخل انت مع البوابه قبل لا تدخل مع البوابه لقيته شايل النعاله كذا وطالع من عند الاعداد قال له سامي وين قال والله بلال ومحمد جايه اخوي هذا 50 كم يوم والربع تجمع كلهم المحزم من 100 انا اجتمع يا مرحبا والله وما سهلا في دمتي جعلنا في دار والله العظيم اني قبل شيء قبل لا تخلي جاني بلا يا الربع اقول كيف بشوف الرجال ذولي دار مطلع والله والله بشرك كلهم والله سلمون عليكم المجال لكم اقدحوا قالوا كل جنه احنا جايين هنا على ما قال ابو فلاح سمعناه قبل شوي والربع جايين نحفزكم هنا الله يحييك وبنسوي اللي نقدر عليه ان شاء الله جاي تحفزوا ما تخربون علينا مذاكرتنا لا ان شاء الله شوف شوف هو اعطاني سر ابو فلاح بس بقول لكم اياه في مفاجاه في التصوير اقدر سر خاص هي محزمة مليانه ابو خير يا الغموض النسخه الغامضه هي محزمة مليانه محزم برا ومحزم داخل اشهد بالله واجتمعت الحين فالله يستر من المحزم اللي برا وش مقدم الله يستر لا تنفجر خيمه جديده في البلد كلنا في رئاسه بن عمره يكون ينبهقون كلهم وتحصل اشهد بالله من يوم تجمعنا ويا زيد يوم لعبنا قبل شيء ريحه بارود والله اقسم بالله الطناخات بالله في كل الهياط الله يرحمه يا ولد جاء هذا الشاب يا ولد من الهياط قبل البث يا ولد والله العظيم يلحق صفصف اقدر اقدر حلاقي حلاقي يلحق صفصف يا الربع يطلع يلحق شوي يا الربع نحب نبارك لاخوي عبد القادر على الاوسكار وانت نجم على راسي والله نجم اوسكار ونجم في البرنامج كله الله الله انا كنت احلق يروح من زمان يا عمري ثالث الله لا يحييك الله لا يحييك ثاني مبروك الله لا يحييك مبروك يا يا غازي دقيقة عبد الحور اكثر غازي شوي ابو حور ابو حور انا في وجهك منك عبد القادر عبد الله ابو سعد ابن عمك اسمك غازي ابو سعد الحين ترى ما اشوف شيء والله جاتني يا اخوات مين تواصل اكبر دوره صغير صار خلوهم يدرسون خلوهم يدرسون لا تخربون عليهم قريتهم قلت هالعباقرة اللي مرتشين بالقرية هالنيو انها نيوتنات اللي بالقرية ما بهم اللي يقرا ولا ما بهم يفتح يحلفون بالله ابو حصه محمد بن خير انا اشتاير زوحه لا لا خالد شبالي باذن الله يا ما في من اليوم والله بالنسبه للمنافسه والله انها مكتوبه من قبل ما نبدا البرنامج كلنا بنذاكر بنجد ونجتهد لكن في نفس الوقت يا اخي نبغى نستانس انا يعني بالنسبه لي انا بخليكم تذاكرون يعني سددوا وقارب ولكن انا بالنسبه لي ابغى اذاكر لي ابو شايع عشان اذاكر لي بصوت زين عشان اتفضى والله العظيم انا صادق خلاص ابو شايع عندي الربع الاشوان عنده بشار احنا جينا مرحبا الشيخ نجينا نجينا المدينه عرفت كيف فاي مساعده تبغونها احنا بنكون ايش سند بيض الله وجهي والله وش الورقه اللي بحطها هذا كم بيت دقيقه بقول حاجه قبل ما تقوله والله اني تذكرت تذكرون معي مطلع ورقة توقع في بيت الحكمة قال لا تيأس وتكلم كلام كثير صح؟ أنا توقعت ذيك هذاك اليوم بيموت لو تكلم مني أقدر أسلم توقعت ذاك اليوم إنه بيموت يوم قال لا تيأس الياس موت لا تموت أنت يأس أنت اليوم ما يشوفك بس يكفي إنك أنت الأخير في الأوسكار وقلت الكلمة ذي الأسبوع اللي بعد أخذت الرأي أبو حور تكفى أبو حور تكفى نشوان نشوان بعد إذنك تكفى أبو حور والله إني فقدت الجري حقت نشوان تكفى أقدر تعال تكفى يا نشوان ايه عاد المشاهدات فوق المليون فضحتنا والله مشاهدات هذا يا نشوان تعال اجلس 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 ضربوكم يوم دخلتوا عدلتها 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 والله بكره اللي بيجي من ربع من هو انا اقول لك يا سعيد لا جيت بكره البس 15 سروال ربع يجلدونك اي والله يجلدونك جلدوا والله فواز مركب هوليود مركب هوليود فواز مركب هوليود فواز مركب هوليود خالد الشيباني يسلم بعدين ناخذ كلمة نشوى كان تقرا كان تقرا ما يسلم قلت له فواز عودة لا والله حلق قلبي ركب شبك هاي والله مشتاقين شباب نوحد الصوت شباب نوحد الصوت نوحد الصوت عبد الله نشوى استلم على الصديق الغائب ما في مبادرة سلام يا اخوي لا مبادرة الحين نكتب مبادرة شباب بيض الله وجيهكم نشوان اقدح و
ابدا في سماء الابداع وابدا بسم الله. يقول لك القلب يدفعني من الشوق عطشان. سلام سلام. صوب الرجال اهل الوفا والحميه. اي الله. اقولها وانا على العز نشوان. نشوان. من سلم نايوف الخوي مع خويه. برافو. الله يجملكم على العز يا اخوان. والله يقدرنا نرد العطيه. امين. والمحزم اللي كلنا فيه مليان مليان. حنا نشده بالحبال القوية واختامها كلمة وهي خير برهان. أنتم نجوم في سمانة علية. والله أنا قلت من أول يوم بزد رصيدك تطلع بالبرنامج هذا ميكانيكي سباك كهربائي طباخ شاعر منشد أي شيء تبيه تنبذل مليش. على فكرة أبو شاعر ترقبوا الشيلة القادحة اللي بتنبذل بذاقة من بذاقتها شيلة منجي خير. انتظر انتظر منك أنت يا عبد القادر. هاي بندر شنو شنو ابو ربيع ابو ربيع ازعجوني والله علي هذا الجمهور. شباب شباب ناخذها بلحن بلحن والله من هذا انتم كيف ناخذ ناخذ اسلم مشاركه. الله يجملكم على عدا قهر. صدقوني يا شباب انا احب اضحك من الرجال. ها اي والله اطلب الله قل يلا يا رب في سبكر. يلا يا رب في سبكر. القلب يدفعني من الشوق عطشان صوب الرجال أهل الوفا والحمية. أقولها وأنا على العز نشوان من سلم نايوف الخوي مع خوية. الله يجملكم على العز يا أخوان والله يقدرنا نرد العطية. والمحزم اللي كلنا فيه مليان حنا نشده بالحبال القوية. والمحزم اللي كلنا فيه مليان حنا نشده بالحبال القوية. واختامها كلمة وهي خير برهان أنتم نجوم في سمانة عليا. القلب يدفعني من الشوق عطشان صوب الرجال أهل الوفا والحمية. أقولها وأنا على العز نشوان من سلم نايوف الخوي مع خوية. الله يجملكم على العز يا أخوان والله يقدرنا نرد العطية. والمحزم اللي كلنا فيه مليان حنا نشده بالحبال القوية. والمحزم اللي كلنا فيه مليان حنا نشده بالحبال القوية. واختامها كلمة وهي خير برهان أنتم نجوم في سمانة عليا. 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 وأنتم نجوم في سمانة عليا. أرسل أرسل مداخلة بسيطة يا رب. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أول شيء اسم الشاعر بس خليه يذكر الله. اسم الشاعر اللي كتب الأبيات دي ما قصر بالزواج أخوي عاد. يعني اخوه من زمان من طيب مو مشكله. انا اسم الشاعر اسم الشاعر عبد الله العسكر. والله العسكر هو شيء العسكر. بس عليك بس امسي عليك يا عبد الله من خير خير. الكاميرا حظه ما عليك ضرب الكاميرا يا حركه يا رب صل على النبي. لا العجمي
اول شيء والله الذي لا اله الا هو سالتك انا من اسعد الايام اعيده واكرر مرحبا ترحيب المطر ابو شايع وابو ماضي وابو فلاح ونشوان والشباب اللي باقي ما جو والله الذي لا اله الا هو نحن اخوان واكثر من اخوان ويشهد علي الله ان الله يديم المحبه بيننا هذا اول شيء الثاني شيء ابارك الاخوي عبد القادر الاوسكار يستاهل بيض الله وجه جمهوره الشيء الثاني انا مفقعم كفر ابو علي بو محمد شايع يعلمني قبل شيء يقول يا عبد الله انت الثاني في التصويت في الاوسكار بيض الله وجه كل من صوت العبد الله الحلافي ساهل بيض الله وجيههم وجعني ما خلا منهم في ذمتي ذمة أنكم محزم مليان وفي ذمتي ذمة يا الجمهور أنهم محزم مليان زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك والرصيد انزاد هذا كسب دينا اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك 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 هات يا جمهور يد دومها من وفى الجمهور البرنامج برعاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك